بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل. اخوان الاعزاء، اليوم من فقره بساتين جصانيه، واحنا من جهه المطار، يسموها منطقه المطار، هاي ما الظاهر طيارات قبل تحط بها، يمكن هاي سمتيه هنا، كانت اذا تقدرون تشوفون هاي المنطقه، هاي اللي هنا، هاي الشوله تحط بها طيارات سمتيه، ما ادري بعد بالثمانينات. فاحنا ان شاء الله اكو سيد من اولاد رسول الله هم بالبساتين ان شاء الله هنا. عليكم السلام، ان شاء الله احنا نزوره، وهم ندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالتوفيق وحسن العاقبة إن شاء الله. وهاي الطريق اللي هذا يودينا على طوابق شيش، قرية طوابق شيش. عليكم السلام. وهنا أخوتنا الأعزاء هم برفقتي الأخ لواء إجباري، والأخ العزيز حيدر صبري علوان، وأبو ندم العزيز ثائر يونس. وجاي يشوفون أنتو هاي العصرية، هذه هاي بستان حسن عبيد الله يرحمه. وهناك هم أكو الإمام من أولاد رسول الله هم غاد. وإن شاء الله إحنا متوجهين للسيد بالبساتين، هذا السيد هنا. يا الله، اللهم صل على محمد وآله محمد. هاي بستان مرهون المقابلين، الله يرحم مرهون وامواتهم جميعا. اخوان هاي جهة قرية طوابق شيش، وهنا بستان مرهون عليوي الله يرحمه برحمته الواسعة وجميع امواتهم ان شاء الله. وهنا بستان طالب حجي محمود الله يرحمه. يا اخوي الله، وان شاء الله متوجهين. اكو سيد هنا من اولاد رسول الله مدفون هنا بالبستان ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو مولانا، ما اعرف شنو هاي، يعني هاي على كل. وهاي هم معبر هنا مال المي، هذا للبساتين، هذا مال السقي مثل ما تشوفون هنا. ان شاء الله الحمد لله بيه ماي هنا، عصرية حلوة واجواء رائعة ان شاء الله. نعم، مستمرين اخوان ان شاء الله، متجهين للبستان اللي بها السيد من أولاد رسول الله. بستان محسن حسن عبيد. وهاي بستان مرهون، الله يرحم مرهون ويرحم أمواتهم جميعا. وهاي بستان بيت أبو علي، بستان طالب حجي محمود. ما نعرف إن يسمحون لنا نطبون الجو نشوف التذكير لهم. يعني فهذا فرع، شلون يذكرنا بأيام بدرة؟ أنا طبعا هاي الفروع ماشيها شلون أيام بدرة، هيك أكو فروع كانت. وقت الرطب، وقت التمر، كنا قبل الروح. اي والله ما اعرف يعني تفاصيل هاي البستان مولانا، بس ان شاء الله بكت يعني. هذا اخواني اللي شفنا، هو شغله قديمه واثريه ورجلها تكون كبار يعني مولانا العزيز، والله عذرنا يعني من التقصير. ما انا سالت يعني، مو مساله، بس احنا ما بقى عندنا يعني، اكثرهم اعمارهم مو كبار كلش. اللهم صل على محمد وآل محمد. على كل، هذا سيد من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مدفون بأحد البساتين مال جصان. ثاني سيد، أكو سيد هناك صورناه سابقا، وإن شاء الله هذا التصوير الثاني للسيد. ها ما جاي هنا، أول مرة أجي هنا بهاي البستان، بستان محسن عبيد، بستان محسن حلي. وين الأخ؟ وهاي ويانا الأخ العزيز أبو ندم هنا، إذا تشوفوه هنا أنا يسلم عليكم. تعلمنا هنا أخوي العزيز أبو ندم، تعال ابو كرار هنا شويه على مود السيد، هنا على مود السيد ابو كرار. الاخ العزيز حيدر، استاذ حيدر، لا معرفهم شنو معناته الشيص، ما اعرف. هسه بس نزور السيد اول شيء. اللهم صل على محمد وآله. اكو ضوء جوله، ماكو كهرباء هنا؟ لا
اخواني مثل ما جاي يشوفون هنا سيد من اولاد رسول الله، ما ضوء ماكو هنا لان ماكو كهرباء بالبستان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي غرفة وقبة هنا، هاي غرفة وقبة هنا مخلين، وهنا القبر ماله رحمة الله عليه. ونيابة عنكم نقرأ سورة الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، لم يلد ولم يولد ولم يكن. وندعو لكم بالخير والصحة والعافية إن شاء الله، قضاء حوائجكم جميعا إن شاء الله. هاي القبور مو تجي هيك يعني عشوائية، هاي كرامة من الله سبحانه وتعالى يكون لهم مقام بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو عبارة عن غرفة، غرفة مثل ما جاي يشوفون كهرباء ما بيها طبعا، وهذا مكان القبر الشريف رحمة الله عليه. هاي اخوان احنا بستان مسينا بيد جزاهم الله خيرا هنا ورحم الله امواتهم. هاي بستان مثل ما جاي يشوفون بها نخال عامر، ما اعرف يعني هو انواع شنو ما بالضبط ما ادري. مثل ما جاي يشوفون اذا التصوير واضح، حتى اذا ما واضح التصوير ان شاء الله يوضح بعد شوي بس يكمل التحميل، لان انا انطي دقة عالية بالتصوير على HD وال 720 فيطول يعني نبث بس يطلع بصورة مو واضحة. هذا ابو ندم اخونا العزيز الانسان الطيب الخير، ال 24 ساعة يقضي بحوائج الناس حقيقة، عنده دول، عنده قضية، عنده مدري شو مشكلة، عنده جزاه الله خيرا ان شاء الله، انسان طيب ومحبوب. يلا خليجا لذين البنات الصغار ذي يجي، خليجا بنات الصغار ذي يحبن خليجا. يلا انا مو يمهن حتى ذا يلا. وهذا اخونا العزيز الاستاذ حيدر، حيدر صبري اخونا العزيز، وشرفنا اليوم يعني بجيته ويانا، فرحنا والله. الله يحفظك. كم عندك معلومات ابو كرر على السيد هنا؟ والله ما عندي معلومات يعني هيك مقتطفات شيء يعني، في شيء سامعه مثل من الكبار؟ والله بانه سيد ومية بالمية إلى مقامه الخاص. نعم. فتبرز هاي شخصيته ومعالمه. نعم. لأنه كانت بالتأكيد إلى علاقة خاصة مع رب العالمين. فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يبين شخصيته ويبرزها للناس ويكون معلم. يجي يوم من الأيام إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يكون قدوة للناس أجمعين. إن شاء الله. جزاكم الله خيراً أستاذ، شكراً. اخوانا مثل ما جاي يشوفون احنا مستمرين بتصوير البستان، بستان حسن نقدر نصور بستان طالب اذا نقدر، اذا اكو احد يعني يسمح لنا. ها والله يا ريت لو تقدر تمر تشوف اكو احد يعني على مكان نستغلها فرصه من نصور شويه. نعم. وهاي احد العوائل هناك اذا تشوفون بعيد، اطفال وياهم اعتقد هم زوار يعني من اهالي جصان ان شاء الله. يعني مستمر هذا السيد باستمرار العالم ناس تزوره وتجي. نعم. وهذا السيد اكيد يعني نعم له علاقه باهل البيت. نعم. هاي بزمن الفتره الدوله العباسيه. نعم. نعم. زمن الدوله العباسيه. نعم. والبطش اللي عانوه. نعم. اهل البيت من ظلم العباسيه. نعم. فاكيد هم يعني شلون نقول مثل. نعم. شردوا يعني من بطشهم وترسوا الارض يعني طلع الظالمين، فاخفوا اسماءهم واخفوا نسبهم. اي خوفا من الدوله العباسيه. نعم. فيعني عاشوا هم بدون نسب وتوفوا. نعم. ايضا حتى بعد وفاتهم خافوا على يعني القبور مالتهم انه تهدم، يعني مثل ما فعل قبر الامام الحسين عليه السلام، وشون تهدم وشون جرف وشون. نعم. خلوا عليه المي حتى يخفون معالمه. نعم. فأكيد هذا نفس الشيء يعني. نعم. أخفوه بالبساتين خوفا من وصول يد الدولة العباسية إلى مقابرهم الشريفة. يعني هو زمان الدولة العباسية أكيد فبقت. أكيد إيه. فبقت شنو بقت فبقت؟ بقت قبورهم لحد الآن عامرة إن شاء الله وفضل الناس الخيرين. نعم. يا
يرممون يعني بين فترة وفترة يرممون مقابرهم، لكن نسبهم مخفي يعني. أكيد هم لهم علاقة. والله شفت يعني بزمان ذاك السابق هم أصلاً كانوا سادة يعني، هم خفوا النسب مالهم على مود يعني هم يعني لا لا يعني الأئمة بحثون آخر بالله هاي بس دول السادة يعني الموجودين أكثر هواي كثير من السادة يعني طلعوا بعد سقوط النظام. صحيح. هلاكم مستمرين إخوان بالتصوير، وإحنا إن شاء الله نروح للعجدية شوي نتمشى بالعجد ولا هاي لنا يا الله. اخوان مثل ما جاي تشوفون هاي من فقرة وساتين جصانية، واحنا مستمرين ان شاء الله بالتصوير. الاجواء حلوة ودنيا عصر قريب الغروب ان شاء الله. مثل ما شفنا بذيك الايام اكو يخلون بكل نخلة مرات يعني شلون العثق او هي هساي بها عثق، شوف يعني هاي بها عثق باقي يعني هاي. نعم. هاي بستان مرهون مو بستان مرهون، هاي بستان مرهون عليوي رحمة الله على أمواتهم جميعا. والله احنا أبو حسين قلنا له وقال عادي أخذ المفتاح أو إذا كو مكان تقدر تدخل من عتها، بس أنا ما أعرف يعني هي مسيجة ما أقدر أدخل، ما موجودين هيك أوقاتي يروحون للبيت. احنا جاي نصور منها من برا ماكو مشكلة يعني، وها من رحمة للأموات إن شاء الله. نعم ان شاء الله. وهاي اخوان احدى الاشجار يعني من عور السياج وصعده لهي المسافه مثل ما جاي تشوفون. ما عرفت التصوير هسه بالوقت لان كلش اكو مكانات بالتصوير تطلع شيء الالوان تتقارب يعني. اذا تشوفون هذا الجذر مالها، هذا الجذر مالها من هنا من هاي البستان وطالعه لي فوق يعني واصله تقريبا هاي البستان مثل ما جاي تشوفون. نعم. هذا الفرع بعد لي وين ياخذنا اذا نمشي بيه؟ مسدود. فهاي بستان مثل ما جاي تشوفون هنا هنا وجاي عليك بساتين يعني يشتغلون بها ينفون بها تطلع حلوه. هذا المعبر مال الماي ان شاء الله مستمرين بالتصوير منها لنهايه البستان. شويه ويانا اي والله. هاي برفقه الاخوه الاعزاء هنا لواء جبار امين والاخ العزيز استاذ حيدر صبري علوان ثار يونس ما اعرف عني انا الله يحفظهم. ما نقدر ان هنا ماكو احد صار طالب على مسدوده. نسمع شيء ما طول نمشي. يا غرب سيصطعكم
في كولو دقيق. دق عليه. هاي شلون هاي؟ نعم. اتصل ورجع. مستمرين اخوان بالتصوير، واحنا هنا هاي منطقة قرية طواب وكشيش يسموها، اذا تشوفوها منا ان شاء الله هم ان في يوم من الايام ان شاء الله ان جولة بها ان شاء الله. مثل ما جاي يشوفون هاي قرية طواب وكشيش يسموها، قريبة منا ان شاء الله في يوم من الايام ان شاء الله هم ان زيارة لها ان شاء الله بقوة الله. على سي صوره من بعيد يطلع لك؟ لا ما يطلع نخل. اخوان مثل ما جاي يشوفون من بعيد اكو زوار، شوفوا هناك اكو سيد من اولاد رسول الله، وهنا اكو زوار ايضا هنا عن بعد هنا. وهاي بستان مرهون، الله يرحم مرهون علياوي، الله يرحمه ويرحم زوجته ويرحم امواته ومولاته ناصر. هنا شويه الاخوه الاعزاء هنا يعتنون ببساتينهم، يعني يشتغلون بها ينظفون بها، فتطلع يعني شوف نظيفة وحلوة ومرتبة، واحد حتى إلى وهس يشتغل بها. مو أكو قسم من البساتين الحلفة مثل أعلى من هذا، فواحد ما له خلق الحلفة والسعف اليابس تكريب ماكو. نا جماعة بهم قسم من الأخوة الأعزاء يعتنون ببساتينهم، يعني بيها وارد ما بيها وارد يحبون يعتنون. وهذا يزقون منه البساتين، هذا النهر هو مسوي خاصة البساتين. شوف الموجودات منها البستان وغيرها من البساتين، وهاي البستان ايضا هي راجعه. احنا قلنا لابو حسين وقال اذا تريد ادخل من اي مكان اذا الجماعه موجودين، بعد انا ما المفتاح ما اقدر يعني. مثل ما جاي يشوفون هسه اقلها واحد ينقل كانت بها خضار، هم حلو الشغله هم الفكره حلوه. احنا الانترنت نستغله بطرق شويه واحد يستفاد من عتها، افضل ما يستغله بغير طرق العاب وشغلات ومدري في شغلات مواضيع ما لها قيمه. فهذا النهر وهاي قريه طواب كشيش اللي امامنا ان شاء الله ان لها زياره. وهاي بساتين هنا هم ايضا بساتين مقابلنا، تشوفون ذاك الصوب هاي قسم ما مصوري بعدنا. هاي من جهة المطار يسموه مطار، هذا جهة المطار قبل يعني بالثمانينات كان اكو هنا صابين صبة كبيرة وظاهر طيارات الهليكوبتر تنزل يعني بيها، ما اعرف شلون شغلتها هم ما واعين عليها كلش ما لاحقين. بال85 بال84 بال83 ما اعرف يعني، بس هي مطار يسموها. وهاي هاي الاراضي الامام البساتين تشوفون. هاي الاخوه الاعزاء هنا الجاي يروحون بالدراجات يروحون لقريه طواب كشيش. هيك حلو الجو اعتقد هيك حلو اذا تشوفون يا اخوان، يعني هاي اللقطه كلش حلوه طبعا. انا لو مو جاي اسجل كان اخذت لها صوره، يعني اجواء حلوه حقيقه، عبالك لوحه فنيه اذا تتفقون معي وياي. الاجواء شلون يعني الغيوم والبساتين قدامك حقيقه اجواء حلوه يعني وعصريه قريب الغروب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويستحب واحد يدعي بهذا الدعاء يعني عن رسول الله يعني باخر ساعه من النهار، يقول يا من ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله اختم لي يومي بخير وشهري بخير وسنتي بخير وعمري بخير إنك على كل شيء قدير. يعني هذا الدعاء مبارك بالعصريات قريب المغرب. هو المتابعين قليلين بس إن شاء الله شو سوى ما أدري يعني والله ما أدري. مرات يطلبون من عندنا نشر، يقول بك تنشر لي انت، يابا انت انشر، يقول لا انت متابعيك. هو ماكو متابعين يعني، هسه هذا البث المباشر يعني 9 المشاهدات 9 نفرات صور يعني هيك. فهو هذا يعني هاي الالعاب مال بوبجي مثلا توصل الله اعلم ايش قد مشاهداتها في الشغلات، عشاكم تافهه والله تافهه. على كل وهاي مواضيع جصانيه واحنا قروبنا جصانين.
هاي المشاهدات. على كل حال شو نسوي؟ احنا اهم شيء نوصل فكره ونوصل تراثنا. وهاي بساتيننا، بساتين اهالي جصان ان شاء الله، بيوت اهالي جصان، العجود، نصور يعني مقاطع من التراث. ابو ندم ايش قد رقمك؟ ابو ندم الولد يريد السيد. هسه ان شاء الله هو ما منه يحفظ رقم، هسه ان شاء الله ارسل لك ان شاء الله. ها دز لك هذا الاخ لواء الجصاني الجليزي، دز لك الرقم. واذا تريد حفظها 07805915814 ها موجود اذا تريدها. شنو رايكم بهاي اللي انتو 6-7 نفرات طلعتوا؟ حلو هاي، اعتقد هاي كلوحة فنية يعني حلوة والله. اخويا العزيز مولانا العزيز الله يحفظك، والله شيء نقدر عليه احنا بخدمتكم، بس هي شغلتكم صايرة شربيكة يعني قديمة وجديدة وما ادري شلون تفاصيلها هواي. يريدين هذول ناس كبار يعرفون، احنا ما مواليدنا ما كلها يعني اكثر شيء 70s 74 75 78 بس ابو ندم عندنا هنا ما اعرف لربما هو 68 67 هم عمره صغير ان شاء الله. وجاي يشوفون هاي الدراجات جاي تروح القريه تطواب وكشيش ان شاء الله. انها يوم من الايام نصور بها ان شاء الله، نشوف هي يعني معالمها. اكو حسينيه غادي، المشروع قريب من عتها، بساتينها موجوده غادي ان شاء الله. الله يحفظكم احمد البيضاني، ممنونين. ويا العزيز بس والله انا حبيت اخليه على هذا المنظر لان حقيقه حلو يعني، عندي بالشاشه حلو كل شيء هنا، الغيوم والبساتين قدامنا ومنظر حلو. نعم الله يسلمك اخوي ابو شهاب العزيز، الله يحفظك. نعم اخوان مستمر بالتصوير لمده 5-6 دقائق 4 دقائق ما اعرف يعني، بس احنا لو اكو احد من اهل الساكنين هناك تنقبل بستانهم شوي، بس اهم شيء هو الفكره. وصلنا زرنا السيد الله يرحمه برحمته الواسعه من اولاد رسول الله، والحمد لله. على كل حال موضوعنا كان عن السيد ان شاء الله، هو من اولاد رسول الله ومدفون ايضا بالبساتين هنا، والقصص طويله وهوايه وهي ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. المساكين أولاد رسول الله طشروهم بالأرض، وهاي لربما هم بها يعني في نوع من الدروس، نوع من المواعظ، الله أعلم يعني الله حكيم. وأمامنا هنا بستان طالب الحاج محمود رحمة الله عليه وعلى زوجته وعلى أولاد ابنه. هاي هي المنطقة اللي يسموها مقابلنا منطقة المطار، وهناك هم إمام من أولاد رسول الله سيد هم مدفون بالبساتين، صورناه سابقا ان شاء الله. واجواء انتم مثل ما جاي تشوفون اجواء حلوه، والجهاز التنفسي يشتغل بوضع صحيح افضل من الدخان والكهرباء والسيارات. نعم ناس هاي البستان تحبون نصور بارتفاع اعلى، نقدر نصور بارتفاع اعلى مثل ما جاي تشوفون. شويه هو قريب اكو شويه نسبه الوضوح قليله لان ظلمه شويه مثل ما جاي تشوفون. هناك البيوت السكنيه وهنا البساتين، هنا هاي البساتين، واتجاه هنا هذا طريق. إذا تشوفون هذا الطريق طريق طواب وكشيش، طبعا احنا اكثر شيء رحنا نشرحه اللي ما قاعدين بجصان او جصانيين بالاصل وما يندلون هالمكانات هذه، فاحنا الولايه يعرفون المناطق هذه. نعم سجاد حسن الله يحفظك اخوي العزيز، الله يسلمك. اذرونا مرات بس من التعليقات ما اشوفها يعني لان الانترنت ضعيف. ابو رقية العزيز الله يرحم والديك، الانترنت مرات يتاخر علي التعليق، فشوفوا احد المناظر هاي يعني حقيقه المناظر يعني. شوف هسه هاي الوضع، هاي يعني لوحات فنيه يعني، هاي واحد لو بالخارج وياخذ له هيك صوره لربما يعني هاي الصوره يعني في لوحه فنيه هسه هاي.
شوف طريقة الغيوم وطريقة البساتين، لوحة فنية. نعم. أجواء حلوة يعني، حقيقة أجواء حلوة. إن شاء الله أخذي كم صورة بعد التصوير المباشر. ويا إخوان ذيك الولاية مالتنا هناك، إذا تشوفون بوضوح إن شاء الله عندنا بث مباشر بالليل إن شاء الله، محفل للشعراء في تأبين المرحوم عايد حسين الله يرحمه ويرحمه، في موكب أبي الفضل العباس عليه السلام. اللي يحب اللي يشوفنا من الولاية من أهالي جصاي يحب يشارك يجي غادي. ما جاي يشوفون هسه قربنا للشاشة شوي أكثر، يعني لوحات فنية حقيقة. ما جاي يشوفون صحيح، هي دنيا غروب شوية الأضاءة أقل تصير، شوف يعني إحنا هسه العراق كعراق يعني لو عنده ما عنده نفط، يعني عنده بس زراعة، بس زراعة، وهذا النخيل هي أرض السواد، بلاد السواد يسموها، يعني يكون كافي العراقي المواطن العراقي يعيش احسن عيشه بالزراعه فقط. شو تقول ابو كرار؟ شو تقول اخوي العزيز لواء؟ يعني يعيش العراقي بس فقط على الزراعه والنخيل يعيش احسن عيشه، ما نحتاج نفط، يعني يكون على ثقه. لا ان شاء الله، بس هو هم اهمالكم للدوله. اي بس هو قضوا على الثروه الزراعيه، على الثروه الحيوانيه، يعني احنا كن على ثقه، يعني يعني عندنا يعني كنز. ما عندك علم على البساتين مالتهم بستانهم؟ هي يمكن نعم. بستان وحده عندهم. نعم. وما ادري اخويا بعده موجود ابو ندم جاي يتصل لك اخويا العزيز سيدنا، بكت ان شاء الله يعني يوصل لك النتيجه. يتصل لك جاي. انا اسال لك عليه. نعم. والله انا اتصور الصور طلعت عندهم بستان وحده هيك على نار. إن شاء الله نختم بهذا القدر أخوان، إن شاء الله إن شاء الله نشوف هاي الأجواء اللقطات الأخيرة من هاي الصفحة. السلام عليكم. الله يرحم والديك أخوي العزيز ورقية. ما توصل التعليقات، تتأخر لأن الإنترنت ضعيف. والله ما اعرف هاي، ما اعرف شنو هاي اللي شو ذا نختم بيها. ما اعرف شنو، ما نقدر نشغل شيء. على كل يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعذرونا اخوان من التقصير، اعذرونا من التقصير. هذا الطريق الرابط بين جصان وابوكشيش، قرية وابوكشيش، والاخوة الاعزاء هنا جاي يروحون شي رايحة شي جاي على الدراجات النارية ان شاء الله، مثل ما جاي يشوفون. نعم. يا الله، نستودعكم الله. في أمان الله أخوان.